موضوع جديد بفقرة سانتي لليوم، موضوع بيصيب كتير من الأشخاص الرياضيين، ولكن أيضا ما حدا ممكن إلا ما يتعرض لها المشكلة اللي هي مشاكل الركاب. شو معقول يصير؟ رح ناخد أجوبة كتير من دكتور عامر عبد الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. حضرتك أخصائي بجراحة العظم والمفاصل وأستاذ محاضر بكلية الطب. مشاكل الركاب عنوان كتير عام، منسمع عبت ركبة ماي، منسمع ليجامون كروزي، منسمع تكلس. قد ايه تكلس ممكن يصيب بالركب؟ على كل حال خلينا نشوف ونبلش بهالمشاكل بالتسلسل. اجمالا شو اكثر المشاكل اللي عم بتصير؟ نعم، مشاكل الركب عديده. اكيد في مشاكل بتجي عاده مرتبطه اكثر بالعمر، لانه العمر هو بيحدد انواع المشاكل. يعني فينا نقول بالاعمار شوي المتقدمه اكثر نحن اكثر بنروح باتجاه التكلس. بالجيل الشباب اكثر اكيد في عندنا حوادث، والحوادث هي نوعين. في عندنا الحوادث الرياضيه اللي بتنتج عن رياضه معينه، وفي عندنا الحوادث اللي بتنتج عن الحوادث بالحياه العاديه، يعني اللي بينتج عنها كسور. هلا اكيد اذا بدنا نقول هو ثلاث انواع، فينا نفوت بكل وحده منهم، فينا نحكي عنها اذا بتريد. اكيد الكسور ممكن يتصلحوا 100%. كيف يصير كسر بالركبه؟ يعني نعم. بتزيح الركبه من محلها؟ الركبه بحد ذاتها هي مفصل. نعم. هيك شوي نبسط الامور. مفصل يعني نقطه التقاء بين عظمتين بيصير فيها الحركه، اذا بدنا نقول بشكل مبسط. هيدي الركبه فيها لها غلاف معين، هذا الغلاف في اربطه حواليه بخلي هالعظمتين يكونوا بالتقاء مزبوط، وفي عندنا الغلاف العضلي الكامل. هلا هو كله سوا وقتها بيصير في حادث، كل واحدة من هول الأجزاء ممكن تتعرض لضرر معين. إذا كان الضرر بالعظم بحد ذاته أكيد بده ينتج عنه الصورة اللي قدام شوي. إذا كان الضرر بالعظم أكثر ونتج عنه كسر، هيدا الكسر له علاج أكيد، والعلاج هو عمل جراحي. عمل جراحي يعني فينا نحط براغي، فينا نحط معدن معين تيلقط هيدا الكسر، مثل هيدي الصورة أكيد. نعم. هاي العلاج تبع أكيد مفتر. إنه ينعمل علاج جراحي، بينحط براغي وبيتثبت العظم. مثل ما قلنا في شيء تاني بالركبة هو الأربطة. الأربطة بحد ذاتها هي أكيد مصدر للمشاكل يلي هي الليجامنتس. هودي في أنواع منهم، في أربطة بتكون حول الركبة من برا، وفي الأربطة الداخلية اللي بيعرفوها العالم الكروشيت ليجامنت أو ليجامون كروزي. هي منشوفها أكثر بالأشياء الرياضية، يعني بالحوادث الرياضية كتير الناس اللي بيعملوا رياضات العادية ورياضات الإكستريم هو ممكن يتعرضوا لتمزق بالأربطة. التمزق بالأربطة وقتها بيصير العلاج تبعه دايما موجود. يعني بدنا نعرف أنه نحن الركب قادرين نحللهم مشاكلهم، وقادرين تقريبا دايما نوصل للنتيجة المطلوبة. العلاج تبعهم بأكثر الأحوال هو علاج جراحي، بس كمان بطل العلاج بحجم كبير، لأنه قبل كان العلاج بدنا نشق الركبة، بدنا نعمل عمل حجمه كبير على المريض. ومثل ما عم نقول أنه هودي شباب أكتريتهم، هودي ناس بحاجة يلعبوا وبدن يرجعوا يكملوا حياتهم الرياضية 100%، يوصلوا للمستوى ذاته ويلعبوا بذات الطريقة. من هيك اليوم العلاج صار أكتر هو بالمنظار. نعم. فينا نشوف صورة شوي كمان بدلنا أنه المنظار هو بالنتيجة هو مثل ما بنشوف على الشاشة. قبل كنا نشوف الشق من أول الركبة. مزبوط. من تحت يعني لنص الفخذ. مزبوط. هيدا مثل ما عم بتقولي حضرتك هيدا له ضرر على المريض، لأن إحنا وقتا منشق الجلد تنوصل لقلب مفصل الركبة في عضل بده ينقص، في أوتق في أربطة بدها تتضرر، وبالتالي النتيجة بعد العملية بتكون بطيئة وما بتكون هي ذاتها. المنظار مثل ما قلنا هو عم نعمل قدح صغير من سانتي، فهن قدحين او ثلاثه، وبهالقدح قادرين نفوت كاميرا وقادرين نفوت وسائل معينه تنعيد معالجه هالاربطه. بيصير زرع او تار او ايت او ايت بتصير العلاجات بقلب الركبه بحد ذاتها، والنتيجه بيرجعوا بنوصلوا بشكل بيرجعوا تاني. بنتيجه جيده جدا، والشخص قادر يرجع لحياته الكامله من ناحيه الرياضه. قبل ما نوصل على التكلس على كيف الركبه ممكن تعبي مي، اليوم نحن بعصر كل الناس عم يعملوا رياضه. نعم. ان كانوا مع اشخاص محترفين او ان كانوا لحالهم، اوقات بينزلوا على الجيم في الترينر في أكيد. كذا يعني عم نشوف اوقات مشاكل كثيره عم بتصيب هالاشخاص هول اذا ما كانوا متابعين بشكل محترف. واكثر شيء الاصابات عم تكون بالركب، صحيح الموضوع؟ نعم نعم. اللي عم شو بيصير كثير مزبوط، لانه مفصل الركبه هو مفصل عليه كثير ضغط. هذا مفصل بيحمل وزن، وبالتالي وكل ما نعمل رياضه عم نحركه اكثر، وكل ما نحمل اوزان ثقيله كمان نحن عم نعرض هالمفصل للضرر. بس المساج اللي لازم يوصل هون انه نحن دائما الحركه هي شيء اساسي، والحركه دائما بالطب وبالعظم هي شيء فيها ربح.
بس كل شيء زيادة بيقدر يعطي ضرر. نحن النصيحة اللي منقولها الوزن المنيح هو شيء منيح للركب، يعني الوزن الزايد نتيجته على المدى البعيد استهلاك للغضروف. وهلا بنرجع نحكي بعدين عن التكلس حتى البدانة كمان. نعم، يعني ممكن البدانة بحد ذاتها المفصل يلي حامل 50 كيلو مش مثل المفصل يلي حامل 100 كيلو، يعني على تراكم سنين رح يستهلك أكثر من مفصل تاني منه حامل وزن. هيدي نرجع منزيد عليه الحركة المتكررة. الحركة باعتدال هي شيء منيح، الحركة المتكررة كتيرة هي إلى نتيجة وضرر على المفصل. يعني الرياضيين يلي المحترفين هن بيعرفوا، نحن بنعرف إنه هو ناس بيستهلكوا مفاصلهم بعمر صغير، يعني هودي ناس بيصير عندهم تكلس بعمر شوي أصغر من غيرهم لأنهم عم بيصير في حركة متكررة. دونك المسج باختصار إنه الوزن الزايد شيء مش منيح، رياضة شيء كتير منيح بس الكترة مش منيحة. بعدين أوكي. حسب كيف، يعني لازم يكون في شوية متابعة. أكيد يعني متابعة والنصيحة من شخص عارف شو عم بينصحه للشخص اللي عم بيعمل رياضة أكيد فيها ربح للمريض ولل. شو اللي بيصير من رياضة خاطئة غير الليجامان كروزي أو الليجامان اللي ممكن يتقطشوا؟ لا إنسان منه كتير رياضي إنما بيعمل رياضته يوميا مرتين ثلاثة بالأسبوع، شو الضرر يلي ممكن يصيب الركبة؟ نعم بالأحوال العادية ما لازم يكون في ضرر، بس الرياضي عنده أدفانتج إنه هذا شخص عنده شغلتين بيكونوا شوي زايدين عن غيره وأحسن من غيره، إنه هو شخص عنده ليونة لأنه دائما بالرياضة بنعمل ستريتشينج وعنده غلاف عضلي أكبر. دونك هذا بالمبدا. الشخص الثاني اللي ما بيعمل رياضه هو شخص بالمبدا هو شخص عنده ليونه اقل وشخص عنده قوه عضليه اقل. هيدا نتيجته انه هول الاشخاص بصدمه معينه او كذا قادرين يتعرضوا لضرر اكبر من شخص عنده ليونه وسريع ضرر الركبه، وضرر الركبه سريع في مكان ما والركبه فيها حمايتها في مكان ما. بس الاساس والمهم يعرفوا العالم انه ازعاج معين بالركبه اوكي مش مشكل فينا ننطر شوي، بس اذا ازعاج بعده عم بيتكرر وبعده ما عم بيروح مش مستحب انه ينترك وقت طويل. ما فينا نعطي وقت معين، بس انا بقول الاشياء اللي بيروح ببين كيلر خفيف باراسيتامول او شيء خفيف ما عندنا مشكل معه، بس الاشياء اللي بيطول اكثر وبيحسوا الشخص من اسبوع يعني بركي اسبوع يمكن او جمعتين وما عم بيتحسن، انا نصيحتي انه يسالوا اخصائي لان ممكن يعطيهم رايه وهذا الشيء بيكون علاجه اوقات كثير بسيط احسن ما نوصل لفتره المشكله فيها اكبر. يعني اكيد اي متى بتعبي الركبه ماي؟ هذا سؤال كبير كل العالم سألنا إياه. وشو ضررها يعني شو تداعياتها؟ الفكرة اللي بحب أقولها أنا إنه تعبية الركبة ماي هي نتيجة لمشكل. يعني أنا مثل واحد ضرب إيده بالحيط الإيد بتورم. دونك الورم أو الماي بقلب الركبة هو نتيجة مشكل. دونك نحن كأطباء وقتا منشوف هيدي القصة بدنا نشوف شو اللي عم بيخلي الركبة تعبي الماي. يعني إذا ركبة فيها مزق بالغضروف بتعبي ماي، إذا ركبة فيها شعر صغير بتعبي ماي، إذا ركبة فيها مزق بالوتر بتعبي ماي. دونك المسج الأساسي نعرفه أنه الورق الماي منه المشكلة بس هو النتيجة، ودور الجراح العظم أنه يشخص هالسبب تيقدر العالجه. لأن وبيشفى من دون عملية بهالحالة إجمالا. الأشياء يلي بدها عملية بدها عملية. يعني إذا واحد عنده مزق بالغضروف مثلا مزق الغضروف في اسم كبير منهم بده منظار عملية نادور يعني أرتروسكوبي. هودي الناس بدك تعمليهم هيدا العمل الجراحي اللي هو منه عمل كبير تيحل المشكلة أو وما يصير في تداعي. طيب ما يصير في تداعي. قبل ما نحكي عن تداعيات لما بتعبي الركبة ما خلينا ناخد اتصال. ألو ألو أهلا وسهلا، مين معنا؟ مزور. كيفك رانيا؟ يا هلا تفضلي. بربيري. يا أهلا. مزور دكتور. أهلا مدام تفضلي. دكتور أنا وقعت على كل ركبة ثلاث مرات. صار في عندي كسرين ثلاثة بقلب الركبة، عملت أول وحدة بروتاز اليمين يا حياتي، ورجعت عملت البدة الثانية ما قبلت لأنه كتير انوجعت وانأذيت. وبعدك تركتيها هيك؟ الثانية الأولى عملتها. قدي صار لك وقعت يعني؟ 7 شهور. أوكي أوكي رح نجرب نجاوبك بشكل مختصر، وإذا عزتي أي شيء تاني ممكن تتصلي بدكتور تحت الهواء تاخدي منه كل الاستفسارات. هون صح هيك يصير؟ مزبوط. هلأ المدان عم تقول أنه تعرضت لكسر معين، أكيد الكسور هو علاجها بالعمل الجراحي الموجه للكسر، يعني أنه نحط براغي ونجرب نثبت هذا الكسر. بس عم بتقوله مزبوط أنه أوقات الكسورات بتأدي إلى ضرر بقلب المفصل يلي هو الغضروف. يعني الكارتيلج، هيدا الكارتيلج أو الجيلاتين أو الصمخ يلي بيغلف مفصل الركبة، هيدا وقتها بيصير في ضرر. اليوم نحنا مش قادرين
مش قادرين نظبطه إلا أوقات بأنه ينعمل تغيير مفصل. هذا بيصير بمرحلة تانية، أكيد مش عمل جراحي بيصير من الأول. اللي عملته المدام إذا ارتقى الجراح العظم أنه ضروري أكيد عنده أسبابه. بالنسبة للركبة التانية دايما نحن منقول لازم ننطر إذا فينا قبل ما نوصل للعمل تغيير المفصل. بس إذا كانت الركبة قد وقت ننطر؟ هيدا بيتعلق بالضرر الموجود بالركبة. هلا مثل ما عم بتقول هي 7 أشهر وما في تحسن، إذا في ضرر قوي بالغضروف وهي بعمر معين متقدم، يعني احنا عم نقول فوق 55 والضرر موجود، الاتجاه نحو مفصل الركبة ممكن، بس بدها نطرة شوي تيكون العظم لحم مزبوط أكتر تهالشي ينعمل. بس هودي حالات نادرة، يعني مش هيدا هو أكبر سبب. بس يعني العملية مش بس كرمال البروتيز، كرمال الوجع. عم بتقول هي العملية بحد ذاتها مفروض تشيل الوجع، يعني هو لا الوجع يلي أصابه بأول عملية وما بعدها. هيدا موضوع لازم يرجع يتقيم مع الجراح اللي عمل العمل الجراحي. اليوم صار في يعني ما بفتكر رح نحكي عن التكلس لأنه تقريبا وقتنا انتهى، بنعمله أكيد حلقة بعدين. نعم. بس الألم نحن بنعرف أنه دايما منقول وجع العظم هو أكتر وجع مؤلم. نعم. صار في اليوم تقنيات شوي أو أدوية تخفف شوي. نحن إذا بدك تقولي اللي بيخلي الوجع يكون أقل أنه يكون الجراحي بنسمي الجراحة مثل ما نقول اليوم تكون مينيمالي إنفيزيف. يعني اليوم في شيء بالجراحة اسمه MIS surgery، مينيمالي إنفيزيف surgery. يعني كل ما نعمل عمل جراحي بده يكون العمل الجراحي تبعنا اصغر حجمه، يعني المنظار وقتها فينا يكون الشقه اقل، قص العضل اقل. هو اهم عوامل بتشتغل على الوجع يلي بتخفف الوجع بالاضافه للعامل الثاني التقنيه. نعم. الجراحيه. نعم. وبعدين الادويه اللي بعد الجراحه. بدي اشكر وجودك معنا وعلى هالتوضيحات كلها دكتور عامر عبد الله، اهلا وسهلا فيك. نسينا نذكر سريعا المؤتمر. نعم. نعم كنت بدي اقول الجمعيه اللبنانيه لجراحي العظم. نعم. بتنظم السنه باخر 3 ايام من ايلول 28 29 و30 ايلول مؤتمر كبير لجراحه العظم. هو. نعم. اكبر مؤتمر صار بلبنان لجراحه العظم. وكل في كثير عندنا التقنيات الحديثه كلها. نعم. عم تنحكى وعندنا كثير جراحين، يعني اكثر من 20 جراح دولي جايه وكثير جراحين عظم ثانيين كمان جايين. يعني شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك. لهون نختم حلقه MTV Live. موعدنا بكره على الساعه 8:30. باي باي.